السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان، حياكم الله، مرحبا بكم. فيديو جديد لهذه السيارة. يلا واصلة من لافا زعما راه دخلت قبل. فورد رانجر 2017 في الكمال الفلاحة المقاولين. دخلوا عندي هنا، مرحبا بكم. عادل اوتو دابا جاب لكم هذه السياره الرائعه، والثمن جد مناسب ان شاء الله. 2017 ضرب 145000. هذا الباب راه موجود، ها هو عند الطولي كيتصبغ. السياره مليحه مليحه مليحه. 2017 عاليه ما شاء الله، اللهم بارك. ها الجوانط ملاح، بنوات ملاح، كل شيء مليح الاخوان. اللي باغي فورد رانجر كابين وحده، حيت في الغالب تكون دوبل كابين. ها هي سيارة مليحة الإخوان، فيها البلاكة ديال تمارة أريف 4 2017 المليح. هذه راه ماشي كات كات، هذه غير دوبل كاب، أكرابوطاج وحدة، هي شكلها عالي. نوري لكم تم الداخل، السيارة مليحة. بنوات فيها مزيانين، ماشي ملاح ولكن مزيانين. دو لتر دو صالون نقي، ما عاد هاد الضربة هادي هي اللي كاينة. إن شاء الله نصوبوها، إن شاء الله إلا ما تباعتش في هاد الأيام نصوبوها. هي فيها واحد الركبة، اللهم بارك، بحالا تقول راكب على كات كات ديال نشوفو حتى الموتور إن شاء الله. سيزيام لا كليم، سجالة سنتراليزي، ضربة 145000. نوريها لكم ان شاء الله الموتور. هلا هلا حسن، هل كابو حن سلام عليكم. حليتو عتيري تير. الموتور باقي فيها مخير كاع. من الدورة الموتور تعرف. المهم 2017 الإخوان ضربة 145000، ضربة 145000 ضريبة 700 درهم، كتخلص 700 درهم في الضريبة هادي. وبالنسبة للثمن 14200 لانتيريسي. مرحبا الإخوان، 2017 السيارة مليحة اللهم بارك، ما كاين لا ضرب لا والو. حياكم الله، مرحبا بكم.